دكتور أسامة، حياك. يعني كنتم قبل أيام قد دعمتم وشجعتم شركات التأمين التي تندمج مع بعضها البعض، ما الهدف وراء هذا التشجيع وحتى الدعم من قبل المجلس؟ نعم، التأمين الصحي يساهم تقريبا ب 1.2 من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وزاد في استراتيجية المجلس لمضاعفة هذا الرقم. لمضاعفة هذا الرقم يعني نحتاج كيانات اقتصادية متميزة وقادرة على الاستمرار وتقديم منتجات مبتكرة للمستفيدين. استراتيجية المجلس هذه تقاطعت مع أهداف الجهات الشقيقة المختصة مثل الهيئة العامة للمنافسة والبنك المركزي لمعالجة التركز في قطاع التأمين. طبعا في بعض الممكنات أو خلينا نقول المؤشرات اللي دفعتنا للنظر في تطوير هذه السياسة والتكامل مع الجهات الشقيقة، منها أنه معدل الصرف في المنشآت التأمين الصغيرة يصل إلى 120 من إجمالي الدخل مقارنة 95% للشركات الكبيرة. أيضا ارتفاع تكلفة العمليات التشغيلية حيث تكلف ما يقارب 23% من الدخل مقابل 8% فقط للشركات الكبرى، والتحدي هذا يسبب اضطراب في خدمة المستفيدين لأنه الشركات الصغرى تخسر تقريبا 84% من عملائها في أول سنة، بينما الشركات الكبرى تخسر 30% فقط. جميع هذه المؤشرات والأرقام تدفعنا للنظر في تأسيس كيانات أكبر ومعالجة موضوع التركز مع الجهات الشقيقة، منها إعفاء المنشآت المندمجة وفي الاستحواذ الاندماج خاصة المتوسطة والصغيرة منها من المقابل المالي للإشراف والتأهيل، وهو يشكل إجمالي جميع الرسوم اللي تؤخذ على القطاع سواء كان من البنك المركزي أو من مجلس الضمان الصحي. صحيح، لكن دكتور يعني أنتم ذكرتم بأن مجلس الضمان الصحي أيضا يقيس أداء وامتثال شركات التأمين، يعني كيف تقيسون أداء وامتثال شركات التأمين؟ ربما البعض يخلط بين هذا الأمر ومراقبة شركات التأمين من قبل البنك المركزي. طبعا مجلس الضمان الصحي هو المنظم الفني للتأمين الصحي في المملكة، والتأمين الصحي يشكل الجزء الأكبر من إجمالي قطاع التأمين. المؤشرات اللي ينظر لها المجلس قد تكون مختلفة عن المؤشرات اللي ينظر لها إدارة مراقبة التأمين في البنك المركزي. المؤشرات ننظر لها منها جودة البيانات اللي هو المطالبات اللي هي كلينيكال والكليمز ديتا اللي هو بيانات المطالبات، وجودتها هذه بتساعد المجلس لمراقبة العمليات التأمينية الصحية بشكل أفضل. كذلك المجلس ينظر إلى مؤشرات خدمة العملاء اللي تساعد على تحسين الأداء وتحقيق النمو الكيان الجديد والتنافسية في القطاع. جيد، اسمح لي أن أنتقل إلى الأستاذ سليمان بن معيوف استشاري وخبير تأمين. أهلا بك أستاذ سليمان. هذه الاندماجات الحديثة وربما تكون المرتقبة أيضا في شركات التأمين، يعني كيف ترى تأثيرها على القطاع خصوصا مع دور مجلس الضمان الصحي أيضا؟ طبعا احنا موجودين في القطاع يعني منذ زمن طويل تقريبا الى 30 سنة الان في القطاع، وكنا ننادي بعملية الاندماج وعملية الاستحواذ لانه عدد شركات التأمين اللي موجودة في السوق كانت تفوق ال 35 شركة تأمين، الان تقريبا اصبحت 29 شركة وشركة إعادة تأمين واحدة فقط لا غير. لابد ان احنا نركز على شيئين مهمين في عملية الاندماج او عملية الاستحواذ والمخرجات اللي احنا نبحث عنها. طبعا زي ما ذكر الدكتور انه هم يبحثون عن زياده او رفع سقف شو اسمه الخدمه بالنسبه للمستفيدين، وايضا لا يجب ان ننكر ان هناك موارد بشريه، يعني نتمنى ان تكون في كيان واحد تقود منافسه عادله بين شركات التامين. لا نبحث عن عدد قليل من شركات التامين في القطاع لأن حجم رؤوس الأموال المستثمرة في قطاع التأمين تفوق العشر مليار ريال. أيضا الأقساط المكتتبة في 2019 ولا في 2018 فاقت 36 مليار. إذا ما نبحث عنه الآن هو وجود كيانات قوية قادرة على الالتزامات المالية التي تواجهها. طبعا الدكتور تكلم من ناحية التأمين الصحي، أنا أتفق معاه في فيما يخص التأمين الصحي بالنسبة
للمجلس، ولكن لا يمكن أن ننكر أن هناك أنواع تأمين أخرى، المركبات، التأمينات العامة، هذه خارج اختصاص مجلس الضمان الصحي، ويمكن أنهم يعني مش أغفلوها، ولكن بما أنها خارج الاختصاص فيعني لا يدركون حجم أنه لا يمكننا أن نضغط على شركات التأمين على أساس يكون فيه أها. عدد قليل، لابد أن يكون فيه عدد مناسب على أساس يكون عندنا منافسة عادلة صحيح وشريفة. صحيح، خصوصا يعني ايضا لا نغفل بالذكر استاذ سليمان ان ايضا مراقبه شركات التامين ايضا هي يعني على عاتق ايضا البنك المركزي، هو الذي ينظمها ايضا بشكل رئيسي، وان ايضا دخلت معه بعض الجهات فيما بعد. اعود اليك الدكتور عبد المجيد هاتفيا، او عفوا دكتور اسامه، يعني هل لديك تعليق على ما ذكر الاستاذ سليمان؟ والله أنا أتفق مع الأخ والزميل سليمان فيما يخص أنواع الأخرى للتأمين والفرص الماثلة أمامنا في تطويرها، خاصة لو نشوف إحنا بالمملكة ودول الخليج التأمين الصحي يمثل نسبة 60% من إجمالي التأمين، بينما بالدول الجي 20 مثلا اللي نقارن أنفسنا معها الآن التأمين الصحي قد ما يمثل النسبة الأعلى من الأنواع الأخرى للتأمين، لذلك الفرص بإذن الله كبيرة جدا للأنواع الأخرى من التأمين. وهو زي ما ذكر زميلي الأخ سليمان يعني بعيد عن اختصاص المنظم الفني للتأمين الصحي اللي هو مجلس الضمان الصحي، ولكن الجدير بالذكر هنا في النقطة هذه أنه التأمين الصحي قد يكون مختلف عن الأنواع الأخرى للتأمين، لأنه التأمين الصحي الأنواع المطالبات فيه مختلفة تماما، يحتاج التأمين الصحي منظم فني ينظر إلى الإدارة الطبية لعمليات التأمين الصحي واللي نسميها الكلينيكال باث، أو خلينا نقول تعامل مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين مع الخدمات الصحية المقدمة، إضافة إلى ذلك برنامج التحول الصحي يتوجه إلى الرعاية القائمة على الكفاءة على الجودة، اللي هو الصرف مقابل الجودة والكفاءة عبر حزم التشخيص بدلا من الدفع مقابل الخدمات الصحية، والتوجه هذا يتطلب منظم صحي فني قوي جدا في قطاع التأمين صحيح. يدفع القطاع إلى هذا التوجه. صحيح، وفقا لما ذكرت وهذه الأدوات المهمة أيضا، يعني أريد إجابتك باختصار دكتور أسامة، يعني التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اليوم هو محرك أساس في جميع ربما القطاعات، أين سيكون دوره في قطاع التأمين خصوصا في تحسين أدائه الاقتصادي؟ صحيح، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي مهم جدا، يفعل المجلس الاقتصاد التشاركي عبر التحول الرقمي ممثلا بمنصة التعاملات التأمينية الموحدة نفيس التي تم إطلاقها في وقت قريب، كما يقوم المجلس الآن بتحسين جودة البيانات الضخمة الناتجة عن هذا التحول للاستفادة منها في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، منها خوارزميات كشف الآلة عن حالات الهدر والاحتيال، يقدر تأثيرها على سوق التأمين اللي هي حالات الاحتيال والهدر بمبلغ يصل إلى 1.8 يعني 1.8 مليار ريال سنويا. ونتوقع التحول الرقمي يساهم في تخفيض هذه التكاليف، إضافة إلى ذلك تطبيق تعلم الآلة في تصنيف فئات المجتمع عالية الخطورة اللي نسميها الكلاسترز، واستهدافها ببرامج صحية وقائية استباقية لتجنيب الاقتصاد الصحي مخاطر غير متوقعة. كذلك هناك تمكين القطاع مثل ما ذكرنا عبر توفير الرعاية الصحية الحكيمة اللي هي حزم التشخيص. حزم التشخيص لا يمكن أن نطبقها بدون تحول رقمي، من المتوقع أن يوفر هذا النموذج ما يقارب من 32 مليار ريال من إجمالي مصاريف التأمين الصحي بحلول العام 2030. صحيح، اعذرني على ضيق الوقت، ربما هي الفرص كثيرة جدا، وربما أيضا يتسنى لكم أيضا في حلقة أخرى التوسع أكثر في مواضيع مجلس الضمان الصحي، يبدو أن لديكم خطط واستراتيجيات جديدة. شكرا جزيلا لك المدير التنفيذي للبيانات والسياسات والامتثال في مجلس الضمان الصحي الدكتور أسامة الجميلي.